طبعا احنا وكاله الامارات الفضاء يعني سعيدين بالمشاركه في اسبوع ابو ظبي للاستدامه، هذا العام الثاني للمشاركه، ومشاركتنا تاتي لكون الفضاء او الانشطه الفضائيه تساهم في عمليه الاستدامه على الارض. وكذلك ايضا يعني نحاول نعرف باهميه استدامه الفضاء. فالفضاء يساهم بالاستدامه على الارض، ولكن الفضاء يحتاج الى استدامه. على سبيل المثال المخلفات والحطام الفضائي هو مهدد كبير لاستدامه الفضاء. نحن في وكالة الإمارات الفضاء والدولة بشكل عام لدينا إمكانيات في مجال مراقبة التغيرات المناخية والعوامل البيئية، وتسخر هذه الأنشطة الفضائية بإمداد الجهات المختصة بالمعلومات حتى يستفاد منها ويتم التخطيط لعملية الاستدامة الشاملة. وكذلك أيضا الفضاء يعني من ضمن يعني الاستدامة العالمية أو الأهداف الاستدامة العالمية، يساهم بشكل كبير في تحقيق عدد من هذه الأهداف على مستوى العالم. نحن بالنسبة لمبادرة عام 2019 كان عام فضائي مميز، وبما طبعا تم إطلاق هزاع المنصوري، وهذا العام إن شاء الله عام 2020 أو 2020 هو عام أيضا مميز. سنطلق يعني مسبار الأمل. مسبار الأمل هي مركبة فضائية ستطلقها دولة الإمارات إلى المريخ، وهذا المركبة الفضائية هي لها مهمة علمية، وهي أيضا تساهم في استدامة الأنشطة الاستكشافية على مستوى العالم، وإن شاء الله سيكون لها مردود علمي على مستوى مو فقط مستوى الإمارات ولكن على مستوى العالم. نتطلع إن شاء الله إلى هذا الحدث الكبير الذي سيحدث بإذن الله في منتصف هذا العام في شهر يوليو. طبعا دولة الإمارات بشكل عام القطاع الفضائي في دولة الإمارات يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، من حيث عدد الأقمار الصناعية، من حيث حجم الاستثمارات، من حيث التنوع، سواء في مجال الاستكشاف الفضائي، في مجال الأقمار الصناعية، أو في مجال أيضا التشريعات والسياسات الفضائية. ولله الحمد يعني عندنا تقريبا 10 أقمار صناعية في المدار، وعندنا 8 أقمار صناعية في تحت التصنيع. العام هذا إن شاء الله عام 2020 سيتم إطلاق يعني عدد من الأقمار الصناعية، ربما يقارب 3 أقمار صناعية بما فيها مسبار الأمل.